بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله إن بنانين بنا سرقن رقم 9 بإذن الله عز وجل. مانا سلوك أبنا دي ومن قنو العلم المنافي للجهل. شروط للتفاصيل، شروط لقابنا قنهن العلم المنافي للجهل قابني خنديبا، اليقين المنافي للشك قابني خنديبا، الإخلاص المنافي للشرك قابني خنديبا، الصدق المنافي للكذب قابني خنديبا، نان أنكري المحبة المنافية للبغض. قرن جنين، قرن معنى جنين، معناها أن تقول هذه الكلمة وأنت تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب هذه الكلمة وما تدل عليه. نجابنيني رضي روان ترونزك جارسن كالدوك النبي صلى الله عليه وسلم تين كالدوك، وتحب هذه الكلمة وما تدل عليه. إن القصدر أخلو إن الدلال داخل ديبو كودو معنانا رخصير، إن كال داخل نرتير، إن كال داخل حقيقتنا رخصير، إن كال داخل نر حقيقة تدسيتو، نر حقيقة تدر أمرسوتو، نر يروسير ألتزمتو بو نر دوابط تدر ألتزمتو معنا حاجم. ودليل أولا نقن قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، من ناس قدامهم بق كوتا تلد لو متهو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا جارن قد أريو ند جار ذا أخذنا جار قبل أخذنا جار ذا أخذنا جار بهم بق يحبونهم كحب الله. أنكرنا كلهم إن سبحان الله دام جار سنك سنك. والذين آمنوا، لكن يوم مؤمنين أخنا دام بي، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الفارسي عندنا كهان لفرو ناس حالات لفرو ناس دجالين لفرو ناس مشعوذين لفرو ناس إيمان كم يجوا ناس سلطان سعبدانو ناس مال سعبدانو ناس الدنيا سعبدانو جالس بانو درد قيتناو نديس نكلناو ين مؤمنين جالس نكلناكم. والذين آمنوا أشد حبا لله. نين دليل قن نان والتريت الفرنوقن الانقياد المنافي للشرك. ولا نقرا الانقياد المنافي للشرك معناها أن تعبد الله وحده وتنقاد لشريعته، وتنقاد لشريعته، أن تعبد الله وحده وتنقاد لشريعته وتؤمن بها وتعتقد أنها الحق، اعتقاد كامل. الانقياد المنافي للترك نينجل، الانقياد المنافي للترك، عفوا الانقياد المنافي للترك نين والترجن، معناها أن تعبد الله وحده وتنقاد لشريعته وتؤمن بها وتعتقد أنها الحق. والدليل قوله تعالى سبحانه وتعالى ورنقن جارلد: وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له. القبول المنافي للرد، قبول منافي للرد ورنقن نان لنترجن. من دليل الانقياد المنافي للترك في للترك دون ينخن له: وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له. يارلي وان ترى القبول المنافي للرد، ومعناها أن تقبل هذه الكلمة وتقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. لكن معناها أن تقبل هذه الكلمة أنت يا مؤمن، وتقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. يعني نقد أريقسي هم بنامنو جرب دلاني آكلاني أصلا، وإن إخلاصا عبادة وساخر شخ لله سبحانه وتعالى. والدليل نور قراني قول الله سبحانه وتعالى جاري سنك: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله، ناس يقولون من قريش نيها: إنهم كانوا إذا قيل لهم
لا إله إلا الله يستكبرون. من القبول المنافي للرد يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. سبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ينقلوا قال مجنون قال ينقلوا، لكن الله سبحانه وتعالى نسبت ند أن علماء من ضمن الشروط سين يقول له أن لا نتري انسى قوات تري نريا آخر قن شروط لا إله إلا الله رأنا قن الشروط نين قن شروط لا إله إلا الله نسى قوات تنين قن الجملة تدري نخون لهم تفصيل دري نخون لهم نا بدن دكولي بن بن اثنين لهم بجح قن ديبكم ما لا لا رسواس نخون لهم نسى قوات تري رأنا قن. طيب الكفر بما يعبد من دون الله أي صنعة جار إنك عبسة أكفرنا بشانوين وترني ونغنين عبادنا الله سبحانه وتعالى جار إنك نينقت عبسة كفرنا بشانوين. الكفر بما يعبد من دون الله عشان كده رب العالمين ورياهن عندلا ومن يؤمن بالطاغوت ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت نين الإثبات دي أنا تلاحظ المرارين نفيد إثبات المرارين يعني فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بما يعبد من دون الله ولا نجمع معنى الروح معناها أن تتبرأ من عبادة غير الله وتعتقد أنها باطلة معناها أن تتبرأ من عبادة غير الله وتعتقد أنها باطلة. الكفر بما يعبد من دون الله معناها أن تتبرأ من عبادة غير الله برئسنا كنين جارن قد عبسنا لا 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 تعتقد أنها باطلة وهي فعلا باطل قن أي سنعة جارن قد عبسنا ين خلبرنا ليلو كودو جارن قد عبسنا باطل قن عبادة اثنين عبادة باطل قن دليل أوراني وليكون الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.